ما عنده فيل نزيدوه فيلة. ضيف هاد الحلقة هو مستر بين المغرب محمد مهيول، غادي نفطروا معاه اليوم ونقرقبوا الناب ونشوفوا اشنو غادي يوقع. فاصل ونواصل. مراد طاقم العمل كيتصلوا بالضيف وكيعلموا باش حضر معنا البرنامج رمضان شو توك خفيف ضريف اللي فيه كيشارك مراد الفطور مع الجمهور، ومن خلال هذا البرنامج كيطلب من الضيف انهم يوهموا الناس انهم صايمين واخا مصورين البرنامج قبل رمضان. الضيف كيجي مع اللي ما بيه باش يحضر في برنامج شو، ولكن اللي ما عارفش هو ان مراد غيطلع عليه في كل فاصل من فواصل البرنامج وفكايا من وحلتها. حلقة جديدة من حلقات برنامج رمضان شو. رمضان شو كيستضيف اليوم واحد فنان كبير مستر بين المغرب، إنه مهيول بين. محمد مهيول مرحبا بك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل. بخير بارك الله فيك. انت مستر بين المغرب. وعطيتيني واقيلا شي كراد زين. شوف باش نشرح الكونسيبت. احنا دابا قبل الفطور. ايه. ما خصناش ناكلو، كنتسناو الاذان ومن بعد كنفطرو. يلا. 3-2-1 اي. سي مهيول مرحبا بك. الله يبارك فيك. انا فرحان لانك جيتي عندي وغتفطر معايا اليوم. وانا كذلك فرحان انني غادي ندير معكم هذا البرنامج. ما تطولش في الجواب بزاف، قصير باش ما تطولش بزاف. سي بون ما تطولش. ندوب الاشاره ولا شنو؟ لا ما تطولش في الجواب. يلا 3-2-1 اي. سي مهيول مرحبا بك. الله يبارك فيك. شنو المدام كتوجد لك في الفطور؟ الحريره. ومن في السحور؟ المسمن. نعم. انت كفنان مغربي معروف كتخرج الزنقه في رمضان ما كتلقاش مشاكل بالليل ولا بالنهار؟ نهار. بالنهار عادي كنصبر مع الجمهور عادي. نعم. وبالليل؟ بالليل كنكون فاطر وهذا عادي. الاعمال ديالك ما كتعتبرهاش في رمضان انها مثلا كدوز في واحد الوقت انه غير مناسب بالنسبه للتصوير؟ ما عندناش حق احنا الممثلين نفرضوا عليهم وقت يدوزوا البرنامج. انت طولتي. واش غندير؟ كنقول نفرقع دابا هما كياخذوا العمل يدوزوا الوقت اللي بغاو هما. الله يرحم والدين سي مهيول. لا ما اسمح لي ولكن ما خليتيناش نقولوا اكسب. يلا كتهضر بزاف. يلا اسمح لي دابا انا كيسولني كنجاوب وانتم عارضين عليا باش نسكت. واخا سير 3-2. وانت كمخرج الله يرضي عليك الا غادي دير الاخراج صور كل شيء ودير المونتاج ديالك. واش بغيتيني ندوز البرنامج معكم؟ ايه عندك الحق والله الا هي هذيك. علاش صورني نجاوبك؟ لا شوف ثلاثة كلمات ربعة باش نحاولوا ما نطولوش. راه حد منهم النص بنقص وخليها النص عادي. وانت غتورينا اش غنديروا سي مهيول؟ واحد ما فهمتيش ولا ما نفهمك. يلا نكملوا عفاك 3-2-1 اي. شنو علاقتك بالجمهور؟ بزاف بحبها. الناس كيحبوني كيتصوروا معايا في الشارع. نعم. كيتعاملوا معايا مزيان. معنا واحد مجموعة من الجماهير هنا اللي حجات باش تشوف سي مهيول. فقرة الكلمة للجمهور. تفضل سي. شكون اللي عنده شي سؤال بغى يسول الكوميدي ديالنا سي مهيول؟ مرحبا. تفضل. بغيت نسولك كيفاش كتعامل مع الفشل في البروجيات الاخرين ديال كتبغي تضحك والناس ما كيضحكوش؟ واش بصح هذا انت ماشي انا، هذا انت اللي كتبغي دير راسك صحافي وانت والو. هي دابا كيفاش كنضحك وما كنضحكش؟ ما فهمتش. انا ممثل يا بنادم، انا راه ممثل خصك تعرف. ولا بغيت تسال شي واحد ما تستفزوش. واش كتعرف بعدا سي مهيول ولا ما كتعرفوش؟ لا علاش كعرف يا ممثل انا. السؤال ديالي غير كيفاش كتعامل مع السؤال كيفاش اش من نجاحات واش من كذا؟ كيفاش كتعامل مع الفشل وباقي ما كملتش؟ الفشل هو انت اللي ما كتعرفش تدوي، راه انت اللي فاشل. والشروب ديالك فيه الاستفزاز. لا بالعكس بالعكس ما قلتيش كذا. خلي جو خلي جو. باش نضرب علاش نشتكو وقفتي مالك؟ ما كاينش. خلي جو. ما كاينش فشل، ما كاينش الاعمال اللي دوزت فيها فشل، ما كاينش. وانا كنشوف انا كنشوف. وانا ذوقك عيان. لا ما كان والو مزيان. وانا ذوق الاكثر يا مزيان. خليه يجاوب. انت الذوق عندك قصديري ما 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 عندكش ذوق انت. ما عندكش ذوق. كون عندك ذوق كون قلت يا استاذ راه داك الشيء اللي درتيه مزيان. تبارك الله عليك. باقي ما كملتش السؤال ديالي. بقى كيدوي. كل واحد فنان الفشل. راه انت اللي فاشل. خليها تيجاوب. خليه تيجاوب. تفضل اسمي. الفشل اولدي بعمل الفنان اللي كيحس بالفشل. صافي صافي بلا ما يجاوب. صافي خلي بلا ما يجاوب. ناقص. صافي بلا ما تجاوب.
ما عندي ما ندير به انا. الله يبارك. واش نكمل السؤال ديالي ولا يبقى داو بوحدو؟ سير 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 حط الميكرو سي. والله يا لا كاين شي واحد بعقلو نندو معاه. نعم نعم. جيب لي هادو خاصهم الحجر ويجيب الطركات. عجبات المدارس 64 عام وغير حد مات به الوقت ويجي إذا كان مبتدئ في الصحافة في البداية يقول السلام عليكم هذا ما سلمش أدخل الفشل ديريكت. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. كيفاش كتعامل مع الفشل ديالك اللي كنشوفوه حنا؟ أو عاودك كدير الله يخليك صافي سالينا هذا ديال الفشل صوت شي حاجة أخرى. ضيفنا حنايا في برنامجنا غادي يكون حاصل. ويا سي مهيول بغيت نسولك واحد السؤال اللي محير. فعلا فعلا هو سؤال حيرني وطير النوم من عيني. ملي كتفشل كيفاش كتعامل مع الفشل ديالك؟ حتى عيدك أصاحبي مابقاش تدي بحق الله يرحمه راه عدوي أنا بنادم بقى يدي بحق حتى صحافي وفنان ولا حتى عيدك ودوي. ما لا غير كنشرح لك اشرح ويدك دايره هكا ولا هذا ما تهش عليه. سي مهيول سي مهيول وقتاش غتبقى تتعدى علينا بالكوميديا ديالك؟ يلا جاوب سي مهيول. انا خلقني الله كوميدي انا شكلي كوميدي خلقني الله كوميدي. سي مهيول قربنا دابا الفطور غادي ياذن او ميم طون حنا كنهضروا كناكلوا وناقشوا مواضيع اذا الاذان دابا غياذن انا ما عنديش مشكل. 3 2 1 اي حلي صيام كسيم هيول مرحبا بك نهار كبير هذا تفضل. عندي سكر انا ما كناكلش التمر. نعم مرحبا بك انا فرحان لانك اليوم غتفطر معايا سيم هيول. لا ما عنديش مع الملح عندي التنسيو انا. لا هذه ناقصه شي شويه. نعم انا راه سولت عليك في الاعداد قالوا لي انت ما كتاخذش الملح وما كتاخذش وحنا وحنا وميم طون كنهضر. لا المغرب لا والله ما كناكلو بالرب. نعم تفضل. أو من طن. ما كان أكلوش ومسمن فيه الزيت. نعم خذ. هذه حلوة هذه حلوة. نقيلك. هذا فيها الزيت. لا شوف. لا رجعتك سامش. لا ما يمكنش حنت رمضان خصك تفطر. صافي. تفضل. أنا فرحان بك سي مهيول. الله يبارك. ومرحبا بك. مرحبا بك. حلي حلي صيامك تفضل. وكل كل ندير بصنا بحالي كناكلو. أنت قولي زاكسيسوار ما تاكلهمش كلهم. قول لي علاش علاش مره مره كتشارك في التفاهه سي مهيول؟ التفاهه؟ نعم. التسلقط انت دابا كتسلقط عليا والله العظيم. لا حيت حيت بعض المرات كتشارك في بعض المرات كاين شي حويجات كدور دون المستوى. شوف شوف كاين اعمال كديرهم زوينه تبارك الله عليك اعمال ماشي في المستوى. غير ما تبقاش تعمل معايا بحال هكا. انا احترمت الجمهور و انت كتهرب من الجواب. لا لا احترمتكم هذاك الشيء ما بغيتش نتعامل معك واحد المعامله اللي غتبقى في التاريخ. تهدرني يا سي مهيول. وي غتبقى في التاريخ. لا كيف يعقل انك فنان بحجم مهيول تشارك في بعض الاعمال هي فلتت لسان؟ شوف استاذ انا صاحبي درتي اعمال دون المستوى سي صاحبي. خرجوا على الموضوع الله يجازيكم بخير خرجوا لنا على الموضوع. كيفاش خرجنا على الموضوع؟ وتوما هذا موضوع الحلقه كاع شنو شنو شاجنيني انا هنا ولا شنو انا بحال مشجون. سكت ما ديرش ما تقولش ما تقويش ما تزعطرش خرجتو على الموضوع جاب لي الله خلوا التاريخ فاصل ونواصل فاصل ونواصل الله دخلوا التاريخ صاروا تلعبوا مع قرانكم وديروا برنامج بعقلوا مع ناس عقال صار تلعب. انا احترمتك على وجع عمك السنوسي كنحترمه وكنقدره لحد الان واحترمتك كفنان كلمه فنان تمرقلوا على عبار الله خسرتي هي لديكم راه كنت نضربك ومن حق نضربك باش ردك الطريق. قلنا لك عندك اعمال زوينه وعندك اعمال بزاف عليك سي مهيول. طلق مني الشي النبك هذا طلقني نمشي في حالي. سي مهيول باقي الضيفه الضيفه المفاجاه الضيفه سير خذ هتا سي مهيول طلق مني الله يرحم والديك طلق مني اخويا نمشي في حالي. سي مهيول ما جابينا راه ديرني ضحكه سهله هادي ورا الجمهور اللي عطاك السؤال ماشي انا سي مهيول. وانت انت يا مسجن بغرفه وحده حيت حل عليا الباب
الضيف ديالنا تعصب بزاف وحلف لك من البرنامج. كان خاص ضروري مراد يقول لي بلي شارك معنا في برنامج طلعات وبلي كل شيء مفبرك باش نقيسوا درجة الصبر والتحمل ديالو والمسامحة. قول لي فين غادي فين خطيح في مصيدة باين عديد أكثر من جدنا صاحبي وهاتش معيق هاتش والله طمعيق. تفضل أسمعيو تفضل معيق الشابي والله لعيقتي في هذا البرنامج عيقتي بزاف أصحبيو وانا كان عاود لك عندي السكر عندي كذا عندي تاي قال ياكل ده عندي وكان عاود لك رانا مريض اخ سمهيول وراج وجيت تستفزني علاش سمهيول سمهيول ارتاح ارتاح دابا سمهيول مرتاح اخويا والله العظيم الا مرتاح انا ما عنديش مشكل معك انا في الامان لا السؤال انا اللي محيرني سمحوا لي بزاف على لا 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 ما عبدش بنادم راه دم ولحم واش هذا فطور هذا دابا سمهيول سمهيول احنا جبناك هنا باش نكرموك ونقشبو معاك شويه لانك انت فنان مغربي كبير كتستاهل كل الخير وحضورك هنا هو شرف لينا انت فنان نفتخر بك على الكوميديا ديالك والتشخيص ديالك الرائع هاد الجمهور راه هو اللي دخل معنا في المقلب باش نقشبو معاك ونشوفو درجات التحمل ديالك كانت غتجي معنا ضيفه ليا فاتي جمالي قلبتي عليا الطابله ما فطور ما والو هرستي عليا كل شيء تحيه سيم هيوان تحيه سيم هيوان